الواقع بأن لا تزال الأمور على الرغم من كل شيء وبالرغم من حشرة نتنياهو بداعي الضربة أو الهجوم أو تخطي الخطوط الحمر، وحشرة أيضا حزب الله ومن واجباته أن يتخطى الخطوط الحمر الآن، ولكن مع كل ذلك فإن اللعبة المضبوطة حتى الآن على بوصلتي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فلا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تذهب إلى تصعيد مفتوح، ولا إيران بالوقت ذاته تريد ذلك. لذلك في أرى تنديد بأن من إيران حتى الآن، يعني فقط لنشير، سفارة إيران في لبنان مباشرة علقت تقول إنه طهران تندد بشدة بما وصفته العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية. تفضل دكتور. وهذا ما يحدث عمليا منذ سنة 82 إلى الآن، يعني منذ سنة 79 إلى الآن. إيران لم تتدخل مباشرة بقضية فلسطين ولا لبنان إلا من خلال الميليشيات المسلحة والتنديد بالطريقة التي نسمعها. لذلك أعلى ما ستقوم به حتى الآن إيران، طالما لا يوجد تهديد مباشر لأراضيها، لا يوجد تهديد مباشر لأمنها الداخلي ولا لنظامها، فهو استعمال ميليشياتها في لبنان، في العراق، في اليمن، وفي سوريا، والتضحية بهم بمختلف المستويات، ولكن لن يكون هناك تدخل مباشر إلا للدفاع عن النظام وعن الداخل الإيراني. أها. طيب يعني الآن كل الجهود اللي حكي عنها بالأيام الماضية دكتور مصطفى، يعني كان في محاولات لتلافي أي رد، ولكن فعليا وصلنا إلى هذه النتيجة الآن. هل يعني فشلت الجهود أم أنه كل ما رأيناه اليوم هو منسق، خاصة وأنه كان لافت تصريح حزب الله قبل تقريبا ساعتين أو ثلاث من هذه الضربة أنه نحن سنرد في حال ضربنا، وكأنه كان في أجواء أنه كل هذه العمليات والردود الآن قد تكون إلى حد ما، إذا لم نقل منسقة، ولكن معلومة من الطرفين. يعني هذا السيناريو يشبه ما حدث بقضية قصف السفارة الإيرانية إيرانية في دمشق والرد الإيراني باتجاه إسرائيل، وهي ومن ثم الرد الإسرائيلي باتجاه إيران، كلها كما قلت ليست مضبوطة. يعني بالنسبة لإسرائيل بالتأكيد تريد أن توسع الحرب، بالتأكيد تريد أن تستدرج إيران للرد بشكل مباشر والولايات المتحدة الأمريكية للدخول مباشرة على الحرب، وهذا ما حصل على مدى سنوات طويلة، عندما منذ اليوم الذي دخل فيه نتنياهو على الحكم وهو يستدرج الإدارة الأمريكية من أوباما إلى ترامب إلى بايدن بخصوص الضربة المباشرة تجاه إيران وضرب البرنامج النووي الإيراني. هذه السياسة لا تزال قائمة، ونتنياهو لا يزال بحاجة إلى جعل الحرب واسعة لكي ينتهي من ملف غزة والملف الداخلي في إسرائيل تحت وطأة الحرب الإقليمية، ولكن الضابط الوحيد لنتنياهو هو الولايات المتحدة الأمريكية، والمسير والضابط الوحيد لحزب الله هو إيران. ولو أرادت إيران أن ينتحر حزب الله ويدمر نفسه أو تدمير نعم ذاته فسيفعل ذلك.